السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الجاري. باشرت وزارة المالية دائرة المحاسبة بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر آيار الحالي. ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من يوم الخميس بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر آيار، ودعت الوزارة كافة وحدات الإنفاق التابعة للوزارة بمراجعة مقر الوزارة دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات تمويل. مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف. أعلن مصرف الرافدين إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات، حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات. أضاف أن الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.